في نحو عام 1900 قبل الميلاد حكم البابليون جنوب بلاد ما بين النهرين العراق، بينما سيطر الأشوريون المحاربون على شمالها، وتقع مملكتهم في وادي نهر دجلة العلوي. وكان معظم الملوك الأشوريين من الطغاة الهمجيين الذين لا يسمحون أبداً لأي دولة قريبة منهم بأن تكون مستقلة، وقد ازدادت ثروة الأشوريين من خلال الأنشطة التجارية التي كانوا يمارسونها، وذلك ببيع المنسوجات والمعادن في كل مكان. الحضارة الأشورية من هي وأين ذهبت وما هي إنجازاتها؟ يرتبط اسم أشور اليوم بواحدة من أعرق الحضارات القديمة التي عرفها التاريخ البشري في الشرق الأدنى، وحتى يومنا هذا تقف أطلال المدن الأشورية شاهدة على عظمة ما وصلوا إليه في غابر الأيام. يقع المركز الرئيسي للإمبراطورية الأشورية في شمال العراق اليوم، ومن أشهر التلال الأثرية التي تضم بقايا مدنهم قلعة الشرقاط أشور قديماً، ومركز عبادة الإله أشور الإله الرئيسي للأشوريين نمرود كالخو قديماً، خورسباد، دور شركين قديماً، تل قوينجق وتل النبي يونس نينوى قديماً. شكلت تلك الأطلال عامل جذب كبير للمستشرقين الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر، وكنتيجة للامتيازات التي منحتها السلطات العثمانية لهم آنذاك، فقد حصل تنافس إنجليزي فرنسي لنهب كنوز الحضارات المشرقية القديمة ونقلها إلى أوروبا، فقاموا بإجراء حفريات اتسمت بالعشوائية، والهدف منها الوصول إلى الكنوز القديمة بأسرع وقت ممكن. كان لتلك الحفريات على الرغم من عشوائيتها الفضل في معرفة الكثير عن الحضارة الأشورية. يعد الأشوريون من أقدم الشعوب التي اعتنقت الديانة المسيحية وعاشت في بلاد ما بين النهرين، ثم امتدت الحضارة الأشورية واتسعت رقعتها، وينسبون من التسمية إلى كلمة أشور وتعني البداية. وظهر توسع الدولة الأشورية إلى ما وراء الفرات في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وكانت نهاية الحضارة الأشورية على يد البابليين والميديين عام 612 قبل الميلاد. وتعد الحضارة الأشورية من الحضارات التي توسع امتدادها جغرافياً، والتي كان لها من المنجزات ما خلده التاريخ، سواء كان ذلك عن طريق المعارك التي توسعت من خلالها الحضارة الأشورية، أو من خلال المنجزات التي نتجت عن هذه الحضارة في شتى المجالات. إنجازات الحضارة الأشورية: بناء التماثيل الخالدة كثيراً المجنحة التي تكرس قوة الحضارة الأشورية وتدلل على ملوكها، وترمز الثيران المجنحة إلى القوة والحزم والتي كانت تبنى أمام قصور الملوك. تزيين جدران البيوت والقصور بالنقوش والرسومات التي تعبر عن معالم الحياة في الحضارة الأشورية كرحلات الصيد والمناسبات والطقوس الخاصة. عرف الأشوريون بقوة البأس وشدتهم، فكانوا يذهبون في رحلات خاصة لصيد الأسود والحيوانات المفترسة الأخرى. برعوا في الصناعات الحربية، وكان لهم عديد الإنجازات في ابتكار طرق جديدة للدفاع وتحصين القلاع وبناء الأسوار العالية. تعتبر الكتابة المسمارية من أهم إنجازات الحضارة الأشورية الهامة، وهي عبارة عن كتابات خاصة على ألواح طينية، وكان لهذه المخطوطات الأثر العظيم، فقد خلدت تاريخ الحضارة الأشورية وما قبلها. ومن أهم هذه المخطوطات ملحمة جلجامش الشعرية التي كتبت على 12 لوحا طينيا، والتي ورد فيها ذكر الطوفان. ساهم الأشوريون في تأسيس علم الفلك ووضعوا له الأسس والمبادئ التي تم تطويرها فيما بعد. استخدم الأشوريون تقويما قمريا خاصا قسموا فيه السنة إلى 6 شهور، والشهور إلى عدد من الأيام، كما قسموا الأيام إلى 12 ساعة و30 دقيقة. كان لملوك الأشوريين مكتبات عظيمة توضع فيها الكتابات الخاصة والمخطوطات ذات المحتوى الأدبي والعلمي والفلكي. ومن أهم هذه المكتبات مكتبة الملك أشور بني بال. ساهموا في تطوير علم الرياضيات ونظام العد، واستخدموا في علم الحساب الكسور العشرية
والمربع والمكعب والجذر التربيعي للأعداد. العصور الآشورية. أولاً، العصر الآشوري القديم. خلال هذه الفترة أصبحت مناطق آشور جزءاً من مملكة الملك الأموري شمشي أدد، الذي تمكن خلال القرن 18 قبل الميلاد من توحيد مناطق شمالي العراق وشمالي شرق سوريا تحت سلطته، والذي عاصر ملك بابل الشهير حمورابي. بكل الأحوال، فإن آشور لم تكن قد برزت بعد خلال هذه الفترة كقوة سياسية وعسكرية مستقلة. ثانياً، العصر الآشوري الوسيط. بدءاً من القرن الرابع عشر، تمكنت آشور من أن تتحول تدريجياً إلى قوة عسكرية وسياسية بارزة نسبياً على الصعيد الدولي آنذاك. أشهر ملوكها خلال هذه الفترة هم آشور أبلط الأول 1363-1328 قبل الميلاد، شلم ناصر الأول 1273-1244 قبل الميلاد، وتيكولتي نينروتا 1243-1207 قبل الميلاد، وتيجلات بيلاسر الأول 1067-1114 قبل الميلاد. لعب أولئك الملوك دوراً مهماً في إثبات آشور كقوة ذات حضور على الصعيد السياسي، وتبادلوا المراسلات السياسية مع فراعنة مصر والحكام الحيثيين في الأناضول، كما تمكنوا من توسيع نطاق السيطرة الآشورية لتشمل بالإضافة إلى مناطق آشور المركزية مناطق في شمالي سوريا، ومهدوا الطريق للملوك اللاحقين خلال العصر الآشوري الحديث لتحويل آشور إلى واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ. ثالثاً، العصر الآشوري الحديث. بالإمكان تسمية هذا العصر بعصر النهضة الآشورية، حيث بسط الآشوريون سيطرتهم خلال النصف الأول قبل الميلاد على مناطق شاسعة شرقاً إلى الغرب من إيران، وشمالاً حتى الأناضول، وغرباً حتى البحر الأبيض المتوسط ومصر، كما وترك ملوكهم عشرات الأنصاب واللوحات الجدارية في المناطق التي وصلوا إليها، واتبعوا سياسة النفي التي تقوم على نفي سكان مدينة ما من مدينتهم ونقلهم قسراً للعمل والسكن في مدينة أخرى. ترك لنا ملوك الدولة الآشورية الحديثة آلاف الرقم المسمارية والكثير من الأنصاب والتماثيل وعشرات اللوحات الجدارية التي زينت قصورهم ووصفت حملاتهم العسكرية بالتفصيل، منحوتة بشكل نافر على الحجر مع نصوص مسمارية، بالإضافة إلى الثيران المجنحة المسمى لاماسو، وهي عبارة عن جسد ثور مجنح برأس أدمي كانت توضع على بوابات القصور والمدن لحمايتها من الأرواح الشريرة. كما امتازت هذه المرحلة بإقبال بعض الملوك على بناء عواصم جديدة لحكمهم. من أبرز ملوك العصر الآشوري الحديث. 1. آشور ناصر بال الثاني 883-859 قبل الميلاد. فضلاً عن نشاطه العسكري ضد الآراميين الذين قطنوا سوريا خلال الألف الأول، قام آشور ناصر بال الثاني ببناء عاصمة جديدة لحكمه في نمرود كالخو قديماً. كشفت التنقيبات هناك عن قصر ضخم شيده آشور ناصر بال الثاني، وزين جدرانه بعشرات اللوحات الجدارية المنحوتة واللاماسو، فضلاً عن عدد من المعابد. وفي نصب التشييد الذي اكتشف في نمرود، تحدث الملك عن دعوة 47,074 رجلاً وامرأة من مناطق مختلفة من بلاده إلى حفل التشييد، فضلاً عن استهلاك 1,200 بقرة و 17,000 خروفاً و 1,500 بطة، مما تجدر الإشارة إليه أنه في العام 1989 كشف الأثري العراقي مزاحم حسين في قصر نمرود عن عدد من القبور الملكية التي تعود لملكات أشوريات في البلاط الآشوري، بما تضمه من ذهب ولقا فاخرة تعكس الترف الذي عاشته آشور خلال تلك الحقبة. 2. شرقين الثاني 721-705 قبل الميلاد. اشتهر هذا الملك بحملاته الضارية ضد القبائل الأوراتية التي قطنت مناطق شمال غرب إيران آنذاك، فضلاً عن حملاته ضد الآراميين في سوريا الحالية وضد بابل التي لطالما كانت نداً للآشوريين.
على خطى أشور ناصر بال الثاني، قام الشركين بتشييد عاصمة جديدة لحكمه في خورسباد، وأطلق عليها اسم دور شركين أي حصن شركين. وقد كشفت التنقيبات في جزء من المدينة عن قصر زينت جدرانه باللوحات الجدارية وبعض من اللاماسو. يذكر أن العاصمة هجرت بعد فترة قصيرة قبل أن يكتمل بناؤها، وذلك بسبب مقتل شركين في إحدى غزواته ضد الأوراتيين، حيث لم يتمكن الآشوريون من استرجاع جثمان الملك، مما تسبب بحرمانه من الدخول إلى العالم السفلي حسب الميثولوجيا الرافدية. وقد اعتبر الكثيرون ذلك الأمر نذير شر وشؤم لبلاد أشور. 3. سنحريب 604-681 قبل الميلاد. أولى قرارات هذا الملك كانت نقل العاصمة من دور شركين إلى نينوى، حيث أشاد قصراً له هناك، بالإضافة إلى اهتمامه بالمنشآت المائية وشق القنوات التي لا زالت بقاياها موجودة إلى يومنا هذا. وينسب إليه التسبب بتدمير مدينة بابل وتوجيه مياه نهر الفرات إلى أسوارها. 4. أسرحدون 680-669 قبل الميلاد. اعتلى أسرحدون العرش بعد أبيه سنحريب، على الرغم من أنه لم يكن أكبر أبنائه. السبب وراء ذلك قد يعود إلى تأثير والدة أسرحدون على سنحريب وإقناعها له بتنصيب ابنها وتجاهل أبنائه من الأخريات، الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض الاضطرابات في البلاط الملكي الأشوري، والتي تمكن أسرحدون من إخمادها بالقوة. سياسياً، فقد قام أسرحدون بإعادة بناء مدينة بابل، ووصل بحملته إلى مناطق بعيدة في العمق السوري وحتى إلى مصر. ترك أسرحدون في العديد من الأماكن التي وصل إليها مسلات حجرية تحمل نقشاً للملك بحجم هائل، بينما يظهر أمامه بحجم صغير ومذل حاكم صيدا وفرعون المصري وقدر بطام عنقيهما بحبل أمسك به أسرحدون. قام أسرحدون كذلك بتنظيم ولاية العرش، حيث عين ابنه أشور بانيبال خليفة له على عرش أشور، بينما أمر بتولية ابن آخر له على عرش بابل. 5. أشور بانيبال 668-627 قبل الميلاد. بلغت الإمبراطورية الآشورية أوج عظمتها خلال عهد أشور بانيبال، فقد تبع هذا الملك الذي يعد آخر الملوك الأقوياء في الإمبراطورية الآشورية سياسة أبيه بتوجيه العديد من الحملات العسكرية الخارجية، والتي انتهت بسقوط العاصمة المصرية طيبة بيد الآشوريين. كما قاد حملات ضد القبائل العلمية التي قطنت مناطق غرب إيران حينها. يذكر بأن أشور بانيبال امتاز بالثقافة الواسعة وحب المعرفة والاطلاع، ويفتخر في العديد من مدوناته بعلمه الواسع، ولا سيما أنه أسس مكتبته الشهيرة في نينوى، والتي وإلى يومنا هذا تمدنا بالكثير عن معارف وعلوم القدماء في الشرق الأدنى القديم، بالإضافة إلى تشييده لقصر ملكي في نينوى عثر فيه على لوحات جدارية تجسد مواضيع متنوعة أبرزها مشهد الصياد الأسود. تتابع على الحكم بعد أشور بانيبال عدد من الملوك الضعفاء الذين لم يتمكنوا من الحفاظ على قوة الإمبراطورية وتماسكها، ولا سيما بعد امتدادها على رقعة جغرافية واسعة، فكان من الصعب لا بل من المستحيل السيطرة عليها بالكامل. بعد ذلك أخذت المدن الأشورية تسقط واحدة تلو الأخرى على يد الميديين والبابليين الذين تحالفوا للقضاء على الإمبراطورية الأشورية، وكان من نتيجة ذلك التحالف سقوط أشور في العام 614 قبل الميلاد ونينوى في العام 612 قبل الميلاد. وبانهيار تلك المدن اختفى أثر الأشوريين عن هذا العالم.